كل عيد أضحى نوزع هدايا للأيتام والعوائل المتعففة. شملنا بهذا العيد الأقضية والنواحي، الهارثة، أبو الخصيب، الجزيرة، العوائل الأيتام فقط. جهزنا أكثر من 600 يتيم حاليا. نشكر الأخوة الداعمين والمحسنين لهذا العمل. العوائل وفرنا لهم سيارات من مناطقهم تنقلهم وترجعهم. تجي هنا احتفالية خاصة، نلعب الأطفال، نعطيهم هداياهم مال العيد ونعطيهم ملابسهم وكسوتهم ويرجعون. باختيار الأطفال هو يطب يتبضع، عبارة عن مول يطب على الهدايا، يختار الهدية اللي تعجبه ويختار الملابس اللي تعجبه ويروح النوب على أحذية والنوب يطلع. هذا وشو اسمك أنت؟ الفضل علي. أبو الفضل فرحان؟ أخذت الحاجات اللي تريدها كلها؟ ما نسيت شيء؟ شو أخذت اليوم؟ حذاء وبنطلون. فرحانة بيها؟ يمتى راح تلبسيهم؟ بالعيد. باكر؟ أخذت الحاجات اللي ترديها كلها؟ إيه. تردين بعد أشياء لو كافي؟ كافي. شكرا يقين. كل عام وأنت بخير. كان متواجد من الساعة 8 صباحا. وساعدنا الأطفال يعني الشيء اللي يحبونه اللي يردونه، ووفرنا لهم ملابس عيد، لعاب، مثل ما تقولين يعني باختيارهم. والحمد لله والشكر يعني عوائل اختارينا هالمرة يعني الأقضية والنواحي، فنحب نفرحهم ونمسهم من نشوفهم بهذا المنظر وفرحة احنا نرتاح نفسيا يعني. والحمد لله والشكر. والله احنا هاي المبادرة أساسا لليتامى، أطفال اليتامى، تقدمهم مناسبة العيد. طبعا اليوم احنا كلش فرحانين، رسمنا البسمة على الأطفال وكنا سعيدين بهذا اليوم، وشكرا للي منظم هذا الشيء. Who is not?